العشرات من عمال مؤسسة صناعة عتاد الحصاد بولاية سيدي بلعباس يعتصمون مجددا تنديدا بما وصفوه الظلم الممارس ضدهم من طرف إدارة المؤسسة. إدماج يديروه كما يبغوا هما أصحاب الإدارة. عندهم إدماج يديروه كما يبغوا. وعندهم ليسونسيمون يديروهم كما يبغوا. ما كاش مراحل كي تدخل بالكونترا ما كاش مراحل تفوت عليها اللي باش تعرف روحك غادي يدمجوك. وما كاش مراحل تفوت عليها اللي تعرف باللي علاش غادي يحبسوك. ها صلاح ما نعرفوهمش كاع. هذا الشارع هذا اللي خرج لنا 6 ملايير في النهار ما با درنا رينيو شكرنا جاتنا جابنا لا ليسونسيمون. حنا ربعه وقال لك انتوما دي مونور حنا ماشي محرضين حنا انا ولاد فاميليا ولا جاي ناكلوا الخبزه هنايا. الشروق نيوز حاولت معرفه رد الاداره حول مطالب العمال الا ان المدير العام للمؤسسه اصدر تعليمات صارمه لمنعنا من الوصول لمكتبه حسب ما جاء على لسان هذا العون. انتوما تاع الاذاعه تاعتهم ما بغاوش يستقبلوا شنو بغاش تقول ديجي المدير واش تقبل ديجي اون بيرسون وإلى أن تتقن إدارة المؤسسة لغة التواصل والحوار يبقى احتجاج العمال متواصلا ما قد يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة التي استعادت نشاطها حديثا بعدما أفلست سابقا بسبب مثل هذه المشاكل.